اللوز يا جماعة، بصوا هو أنا كنت شايف فيديو كده، يعني راجل ماشي عمل شوكولاتة أو ست مش عارف، عملت قهوة وبعدها راحت حطت عليها إيه، يعني حطت كده شوكولاتة وإيه، وبعدها صبت القهوة إيه عليها. طبعا أنا معيش شوكولاتة أحطها على البتاع، على البتاع ده تعرفين إيه هو البتاع، تمام. فجبت معلقة نوتيلا ورحت عملت كده أهو وهي لازقة. فطبعا هنعمل ايه، صب الماء السخنة عليها مع القهوة وبعدين نقلب، تمام، ومش هحط سكر واشوف هيبقى طعمها عامل ازاي. بوم يا جماعة، بصوا عملت القهوة، تمام، معرفش ليه من غير كده، ليه انا مش عارف، مش هزوق بقى. عادية جدا، بس تحس طعم الشوكولاتة، بس يعني لو كنت زودت المعلقة كان هيبقى طعمها احلى. تحس